أكد رئيس خرية الأزمة في محافظة النجف الأشرف المحافظ لؤي الياسري أن المحافظة ستغلق بشكل شامل طيلة أيام عيد الفطر المبارك، فيما أشار إلى أن الموقف الوبائي جيد ومسيطر عليه من قبل الأجهزة المختصة بشكل كبير. أيام العيد سوف تغلق المحافظة بالكامل من السيطرات، وراح يكون غلق مشدد، لذلك نوجه نداءنا إلى أبناء المحافظات كافة، نعتذر منكم سلفاً ما راح نسمح إلى أي مواطن يأتي إلى النجف لغرض الزيارة، فممكن تتأجل إلى إشعار آخر. هذا أولاً. اثنين، راح يكون هناك غلق لمقبرة وادي السلام، غلق مقبرة وادي السلام غلق تام، عدد جنائز، يعني الجنائز أيضاً راح تدخل من السيطرات وتدخل إلى مقبرة وادي السلام، وكذلك الحالات الاستثنائية اللي دائماً نذكرها وما راح نعيدها، واليوم ركزوا الأخوة الإعلاميين، نعم الإعلاميين مشمولين بهذا الاستثناء. القضية الأخرى أيضا القوة الأمنية، كل القوات الأمنية راح تكون بالإنذار المشدد طيلة أيام عيد الفطر السعيد وقبل العيد بيوم واحد، كل الأجهزة الأمنية مستنفرة لخدمة المواطن النجفي. هذه حقيقة أهم الإجراءات، بالإضافة إلى التأمين، بادية النجف تم تأمينها بالكامل ولله الحمد. ناقشنا اليوم أيضا بقرارات خلية الأزمة وتكلمنا عن الموقف الوبائي. إخوان الأعزاء، موقفنا جيد، يعني سيطرة تامة من قبل دائرة صحة النجف اللي نوجه لها كل الشكر والثناء والتقدير، وكذلك مديرية شرطة محافظة النجف الأشرف، والشكر موصول إلى كل أبناء النجف اللي كان التزام رائع وكبير جدا من عندهم ومساندتنا في قرارات خلية الأزمة. لذلك اليوم وصلنا إلى متنفس كبير جدا، أعطينا حظر تجوال مددنا إلى الساعة 10 ليلا من هذا اليوم إلى أول يوم العيد. إذا كان وضعنا جيد وما صار عندنا أي شيء يذكر، بالتأكيد راح يكون أكو قضية أخرى قد نمدد أكثر أو نمضي بهذا الاتجاه للأيام الباقية. القضية الأخرى أيضا فتحنا بعض الفعاليات، يعني بعض الفعاليات اللي كانت أيضا مددنا وجودها، وأيضا فتحنا راح نناقش وأرسلنا إلى دائرة صحة النجف الصحة العامة، نشر اليوم أنه راح نفتح المقاهي. لا أخوان، المقاهي ما راح تنفتح إلا أن تنطينا مديرية الصحة والصحة العامة رؤية لكيفية افتتاح هذه المقاهي، يعني قد نخلي النسبة 50% فقط بالمقاهي المفتوحة، ونضع شروط وضوابط صحية صارمة بهذا المجال، وهذا مهم جدا لصحة وسلامة المواطن النجفي. ما نريد ترجع الأرقام ترتفع، خلونا محافظين على وضعنا، خلوا النجف إن شاء الله هي للجميع، بس هالفترة نعتذر منكم ما راح نقبل أي واحد يجي، حتى ابن النجف يجب أن يرجع اليوم أو يوم غد. من يوم السبت راح يكون قطع تام،